على مشاهدينا الكرام عبر سكايب من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي سيد زياد السنجري، مرحبا بك يا أستاذ زياد معنا. بإعداد قناة الرافدين الطبيعية، أهلا وسهلا. وعبر الهاتف من بغداد معنا الناشط المدني علي عزيز، أهلا بكم أستاذ علي. أهلا وسهلا، أهلا ومرحبا. إذن القوات الحكومية أستاذ زياد، القوات الحكومية وميليشياتها إذن مستمرة في استهداف المتظاهرين بالرصاص وقنابل الغاز كما حصل مساء اليوم في ساحة الوثبة وبالقرب من جسر الأحرار. ما تفسيرك لعزيمة وإصرار المتظاهرين على الاستمرار في التظاهر والتمسك بمطالبهم المشروعة على الرغم من كل هذا القمع الحكومي بأنواعه؟ نعم، شاهدنا جميعا ما يحدث من أحداث متسارعة الآن في بغداد وخاصة في ساحة الأحرار أو ما يحدث في الوثبة وساحة القلاني وبعض المناطق الأخرى في بغداد بشكل مفصل، خاصة مع ورود الأنباء والأحداث الصور التي تردنا جميعا وعبر وسائل الإعلام ومن ضمنهم قناة الرافدين التي انفردت بنشر كل ما هو جديد عن أحداث الساحة. المتظاهرين أدركوا بأن المسألة مسألة حياة أو موت، أدركوا بأنها مسألة وجود، أدركوا بأنها مسألة وطن. إذا نتحدث عن كيان الإنسان العراقي يختز اليوم في هذه الثورة بحيث يجب أن يكتب له النجاح وكل الطرق الممكنة السلمية التي حرص عليها المتظاهرين رغم الدساء، رغم عمليات ترهيب الذي يتعرضون له كل يوم في الخلاني أو في ساحة التحرير. العراقيون مصرين على مطالبهم وشعارهم الرئيسي نريد وطن. نريد وطن كلمة مهمة وشعار رئيسي ولكن يحمل في طيات كثير، وهو خروج كافة النفوذ الأجنبي وخاصة إيران والنفوذ الإيراني والأحزاب وما أنتجت في العملية السياسية منذ 16 عاما وإلى يوم هذا. إذا انتقلت إليك سيد علي عزيز معنا من بغداد الناشط المدني، بخصوص حادثة ساحة الوثبة اتهمتم الحكومة والأحزاب بتدبيرها، ما أدلتكم على ذلك؟ والله يعني السؤال هذا السؤال يعني على عيني وراسي، لكن هذه الميليشيات تتبعنا في يوم، يعني هاي هذا اخر شيء وصلوا له من علم القتل من فن الثورة. هاي الحادثة هذه يعني شو تخلص جنة ميليشية ودقوا ودسوا تخيل درجة قوات الحكومة تسلم جثة هؤلاء. يا اخي الميليشيات اللي قتلتنا بالشيخ، اللي قتلتنا بالناصرية، واللي قتلتنا تحت الصلاني، يعني هذا الدور معروف. وقبل اسبوع حادث يطلع على التلفاز احد الميليشيات يهدد ويتوعد وعلم وكانه هو وزراء ورئيس الجمهوريه، ولو حتى نعرف هو رئيس دولة عسكرية، واضح معروف انه صدقني معروف. نعم. سيد علي، اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين نظمت وقفة احتجاجية في ساحة التحرير رفضا لمحاولات الميليشيات تشويه صورة الثورة، كيف كانت استجابة المتظاهرين لهذه الوقفة؟ يعني بالنسبة للمتظاهرين، ترى المتظاهرين باقين لنفسهم ووقفت نفسها، واحنا ضد العنف. لا لا لا، انا اقصد نعم بالنسبة لقضية ما اثير حكوميا من موضوع التمثيل بجثة احد افراد الميليشيات الذي قتل 5 من المتظاهرين، هذه الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها اللجنة المنظمة لثورة تشرين رفضا لما تم نشره من قضية أولا اتهام المتظاهرين وثانيا فكرة أصلا تمثيل بجثة أحد الأشخاص وإن كان قاتل، كيف كان التفاعل من المتظاهرين مع هذه الوقفة؟ نعم، ما هو أنا كان هذا جوابي. نعم. احنا مستمرين بسلميتنا، وهذا هاي سلميتنا يا أخي، احنا بنجسدها. احنا اليوم شخص مراه جندور مو بعض، يعني دليل على هذا حتى حضور هل وصل جوعته
يعني ما تقدر هذا. لا احنا لا احنا اليوم شلون نسمح لنفسنا يمثلون بالجثه؟ احنا شلون نسمح لنفسنا بعمليه قتل؟ احنا ثورتنا سلميه، احنا ما نقتل، هم يقتلون باستمرار لكن احنا ما نقتل، احنا ما نأذي، احنا ما عندنا غير العلم بايدنا، ما عندنا غير. واضح سيد علي، سنعود اليك. اذا استاذ زياد السنجري، مفوضية حقوق الإنسان في بال لها ذكرت أن جريمة الوثبة تعكس جرأة الميليشيات على ارتكاب الجرائم. يعني هذا الحديث يدعونا إلى موقف المفوضية المتردد في إدانة الانتهاكات بحسب ناشطين، ألا تتفق مع هذا الرأي؟ المفوضية التي هي تمويلها من الحكومة العراقية حاليا ومن قبل البرلمان وأنشئت لكي تبرر ما يحدث الآن من جرائم بشعة، خاصة وأن العالم أكمله تحت ما يحدث الآن في العراق. فمفوضية حقيقة عاجزة، فهذه المفوضية عجزت فيما سبق عن ذكر أوضاع المعتقلين العراقيين أو عن المختطفين أو المغيبين قسرا أو عن السجون السرية في مطار المثنى أو عن السجون التي تقع في جرف الصخر وغيرها من المناطق. لذلك تجد هذه المفوضية تتعرض إلى ضغوطات كبيرة جدا ولربما تصل إلى حد التهديد، وهذا ما أعرب عنه بعض أعضاء هذه المفوضية. لذلك المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق عاجزة، معظم المنظمات العالمية تعتمد على مصادر غير معلنة لكي تصلها المعلومات، فكل شخص لديه أي نشاط اليوم المتظاهر في العراق مجرد تغريدة في تويتر أو منشور في الفيسبوك ممكن أن يقتل. شاهدنا جميعا ما تعرضت له الفتاة بغدادية بعمر الزهور 19 ربيعا كيف كانت تساعد والدها في ساحة الأحراق، تم قلع عيونها. إذا نتحدث عن بشاعة ورعب كبير جدا تمارسه الميليشيات اليوم على المتظاهرين. طيب استاذ زياد، ايضا في موضوع اخر، مرجعيه النجف ذكرت في خطبه الجمعه اليوم ان حادثه الوثبه والسنك ببغداد تؤكد ضروره حصر السلاح عموما ضمن سلطه الدوله. لماذا الان تتحدث المرجعيه عن فوضى السلاح؟ اين كانت؟ هذه الجزئيه المهمه جدا اريد ان اذكرها ببعض التفاصيل. السلاح بيد الدولة، أنا أسأل الجمهور العراقي من هم الذين خارج الدولة؟ الحشد، ما يسمى بالمقاومة الإسلامية التابعين لإيران، الفصائل، الطرف الثالث، سميه ما شئت، كل موجودين الآن في الساحة العراقية هم جاءوا بفتوى من المرجعية نفسها التي تطالب بحصر السلاح في الدولة. للعلم والاطلاع سيدي الكريم، هذه الفصائل شرعت بقانون داخل البرلمان. يعني هنا السؤال، هل تقصد المرجعية ميليشيات الحشد؟ هل سيشمل ذلك ميليشيات الحشد أم تقصد ميليشيات أخرى بحسب رأيك؟ لا يوجد ميليشيات. أخي الفاضل، كل ما نشاهده اليوم شرع بفتوى من المرجعية العليا من السيد السيستاني بال 2014. اليوم هذه المرجعية نفسها تطالب بحصر السلاح بيد الدولة. الميليشيات الموجودة حاليا ونحن لا نقبل بهذا الأمر وعارضنا هذا الأمر كعراقيين وكأبناء محافظات منتفضة، ولكن أصروا على إدراج الحشد ضمن هيكلية الدولة وضمن تشريع بقانون برلماني وضمن ميزانية الدولة العراقية. فالمرجعية تناقض نفسها بنفسها. أدركت المرجعية بأن تلك الميليشيات المنفلتة هي مجرد نسخ تم إخراجه لدينا في فترة معينة وقام بالبطش والقتل والتنكيل، وعندما انتهى من المحافظات المنكوبة صلاح الدين، الموصل، الأنبار، بحث هذا النسخ عن دماء جديدة وجدها ضالته في النجف وفي الناصرية، ولربما شاهدنا 20 سريع ونتحدث عن أكثر من 500 شهيد لحد الآن. ابقى معنا أستاذ زياد، أنتقل للسيد علي عزيز مرة أخرى. سيد علي، حديث المرجعية عن حصر السلاح بيد الدولة، ألم يسبق أن نادت كثير من الأصوات من ناشطين ومثقفين بالمطالبة بحصر السلاح بيد الدولة من سنوات طويلة، وكان مصيرهم يا أما القتل أو الاختطاف أو الاعتقال أو التغييب من قبل هذه الميليشيات؟
هل ستعيد هذه المرجعية الآن حق هؤلاء من نادوا بحصر السلاح قبلها حتى؟ نعم سيدي الميليشيات هذه كيف تمتلك السلاح واللي هي منسلته، ترى هذه الميليشيات هي ميليشيات حكومية يا أخي، ترى اليوم تسميها بالميليشيات لكن حكينا بينها هي ركن من أركان الدولة الحالية حاليا، هي ركن كان الفقر الخفاء سيدي الميليشيات تنجز بالأجهزة بكل الأجهزة تنجز اليوم الميليشيات تطلع يعني انت قبل 10 ايام الجو عندنا بتاعت القلات بالاكثر شيكا بحرج الاطباء مطلع وهات فنادق من زجاج السيارات وفي كبات تي سيدي هذا ما يقوم في يعني اصابه حاجه ما يقوم في قوات حكوميه تحت كبار الحكومه اذا سياسه دمجه بالحكومه الطرفه اخي احنا حكومتنا عباره حكومه طاقات يا اخي هذا الدوله يا اخي اعطينا يتهيئ اكثر واكثر احنا حكومتنا حكومه ابدا تحكمنا بيقتلونا بيحطونا بيعذبونا يعني بينكتلون فينا يعني ما في حدا يسوي فينا يعني هذا يبقيني مع السؤال بالنسبه لحضرتك سيد عزيز هل تعتقد ان هذه الدعوه التي خرجت من المرجعيه الان بقضيه حصر السلاح بيد الدوله ستعيد من سقطوا من الشهداء من الناشطين من المثقفين الذين تم اغتيالهم على يد هذه الميليشيات هل هذه المرجعية الآن بمطلبها هذا هي جادة أصلا في طرحه هل سينفذ أصلا من قبل هؤلاء الذين طالما تحدثوا أن المرجعية تمثلنا وهي قائدنا لكن الواقع يختلف والله يا أخي والله يا أخي احنا اليوم نتمنى من هؤلاء ان 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 مرجعيه وحهم المرجعيه طالب بحل هذه نتمنى ان المرجعيه طالب بحل هذه المشكله هاي المشكله انه كل العراقيين يعلمون يعني يعرف 100% ومتى تدين ان هذا الكتاب يعني ما فيها اليوم بالعراق ما تعرف الكتاب المسلحه فهذا الشيء واضح نعم طيب أستاذ زياد السنجري الآن في خبر عاجل ظاهر أسفل الشاشة هناك محاولة اغتيال استهدفت القيادي في أتار صدري جعفر الموسوي هل يدخل ذلك في سياق دعوة المرجعية أم أنه في نطاق صراع ميليشيات فيما بينها النجل القيادي الموسوي نعم سيد زياد لا يخفى على الجميع بأن الصراع الآن محتدم بين صائد أهل الحق وبين التيار الصدري وكلا الفريقين هم تابعين لإيران ولكنهم صراع نفوذ وصراع إرادات خاصة وأن الفريقين يمتلكون أسلحة وميليشيات وهي ميليشيات أوغلت بدماء العراقيين وإن كانت تيار الصدري او سائرون لهم صفل اكبر خاصه انهم لهم كتله اكبر في البرلمان العراقي ولكن مع ذلك فصراع محتدم وهناك العداوي او الديان او بعض القيادات في الاصائل تم قتلهم قبل مده على يد المتظاهرين وتم اتهام التيار الصدري بتلك العمليه ثم ردت الاصائل باستهداف قيادات وبعض التفجيرات في بعض المناطق على عصائب الحق وتم اقبال خبر قبل ثلاثه ايام في محافظه ميسان اربع تفجيرات استهدفت مقرات العصائب واليوم نشاهد عمليه الاغتيال التي طالت حتى قيادات التيار الصدري فاذا صراع محتدم خاصه وان الصدريين يحاولون قدر الامكان ركوب موجه التظاهرات باي طريقه من الطرق وادعى المتظاهرين يصبون جام غضبهم على عصائب اهل الحق والحقيقه انهم كلهم لديهم موغلين في دماء العراقيين وكلهم من ضمن الطبقه والاحزاب السياسيه الفاسده والميليشيات الوقحه التي قتلت الكثير خاصه ونحن نعرف جيدا ما حدث في الحرب الطائفيه وما قام ميليشيات مقتدى وغيره من الميليشيات الأخرى في أقل من دقيقة سيد زياد منظمة العفو الدولية طالبت السلطات الحكومية بوقف حملة الإرهاب التي تشنها ميليشياتها على المتظاهرين وذكرت أن هناك تواطؤا حكوميا في بغداد مع ما يحدث
هل لهذا أي تأثير برأيك سيحدث فارقا للمتظاهرين؟ الحقيقة هناك تصريحات أخرى أيضا من وزير الخارجية الأمريكي بامبيو بهذا الموضوع أيضا، وهناك الاتحاد الأوروبي أيضا لديه تصريح في هذه المسألة، وحتى منظمة الأمم المتحدة وغيره. ولكن الحكومات الموجودة في بغداد تدرك جيدا بأن التصريحات موضوع والعملية دعم العملية السياسية في العراق موضوع آخر. فالإرادة الدولية لا تريد إسقاط هذه العملية السياسية، خاصة بعد المبالغ الهائلة التي صرفتها والجيوش التي أتت ودمرت العراق واستمرار تصفق النفط بسعر ضخم جدا. ولكن مع ذلك استمرار الثورة يهدد هذه العروض، وتحقيق النصر قريب جدا بإذن الله تعالى بجهود أبطال العراق من كل محافظاته. إذن شكرا جزيلا لك سيد زياد السنجري عبر سكايب أو عبر الهاتف من فيينا، الإعلامي والصحفي، وأيضا نشكر السيد علي عزيز نعم الناشط المدني كان معنا من بغداد عبر الهاتف.